ناخد مثال على الكلام ده. Find the ROC of the Z transforms of the following signals. في عندي X1 بتساوي نص to the power n U of n. اوكي. في الحالة دي لو انا بصيت عليها كده، دي مضروبة في U of n، فمعنى كده اي قيمة اقل من الصفر لل n هتلاقي ان القيمة بتاعت X of n بتساوي صفر، فمعنى كده انها causal signal. كويس. لو انا جبت طبعا دي عندي عبارة عن متوالية، دي متوالية لو انا حطيتها في الزي ترانسفورميشن، دي متوالية هندسية، متوالية عددية. اوكي. فبقدر اجيب وانفينيت كمان، يبقى عبارة عن واحد على واحد ناقص الايه، القيمة بتاعت الايه اللي هي العدد اللي انا بستعمله في المتوالية دي. اوكي. فمعنى كده ان عندي هنا نص في زي تو ذا ماينس 1. اوكي. فمعنى كده هتطلع في الاخر واحد على 0.5، واحد على واحد ماينس 0.5 في زي ماينس 1. اوكي. عشان احسب البولز والزيروز تاني لازم يبقى عندي الفانكشن فوق والفانكشن تحت، فانكشن في زي مش فانكشن في زي ماينس 1. اوكي. فمعنى كده هبص عليها الاقي عندي هنا زيرو عند زي بتساوي زيرو، وعندي هنا بول عند ايه؟ عند 0.5. الريجن كونفرجنس على طول اعرفها، مش هي بقى ما اقولش ان هي عند 0.5، لا هي تبقى الريجن كونفرجنس هتبقى كل الزي فاليوز اللي اكبر من 0.5، لان ال 0.5 ده هو البول الوحيد، يبقى معنى كده هو اللارجست بول باي ديفينيشن. اوكي. طيب لو انا عندي x2 بتساوي ناقص نص the power n u of minus n minus 1، لو انا بصيت على الفانكشن بتاعت u of minus n دي عباره عن يونت ستيب فانكشن بس يعني معكوسه ريفلكتد. اوكي. فمعنى كده ان هي ديفينتلي انتي كوزال، لان القيم بتاعت n اللي هي كلها بوزيتيف هلاقي عندي u of minus n minus 1 هتلاقيها بتساوي صفر، فمعنى كده ان دي ديفينتلي انتي كوزال. هعمل نفس اللي عملته قبل كده برضو، هلاقي الاكسبريشن بتاعي برضو اقدر احطه بالشكل ده، هيطلع اولموست نفس الفورم اللي احنا طلعناه هنا. اوكي. نفس الفورم اللي احنا طلعناه هنا دوت، يبقى معنى كده عندي الزيرو بتاعي بيساوي زيرو والبول بتاعي زي بتساوي 0.5. طب دي عندي مشكله بقى، ان انا عندي هنا دي انتي كوزال سيجنال، انتي كوزال سيجنال ما بيبقاش الديفينيشن بتاعها زي اكبر من، لا ده تبقى زي اقل من، هتبقى زي اقل من 0.5، لان دي هي ذا اونلي بول اللي هو سمولست بول وهو نفسه لارجست بول. فيبقى ده الكونديشن بتاعي بتاع الكونفرجنس بتاع اكس 2 اوف ان. لو فرضا دلوقتي انا بتكلم على ان انا يعني حبيت اجمع تو سيجنالز دول زي بعض، عندي سيجنال نون كوزال عباره عن اكس 1 بلس اكس 2. لو انا عملت كده يبقى انا عندي الكونديشن بتاعي ان الزي هتبقى اكبر من 0.5 واقل من 0.5. هل في عندنا زي فاليوز نقدر نعمل بيها الكلام ده او تقدر تحقق لنا الكلام ده؟ مش هنلاقي. فمعنى كده ان لو انا حبيت اجمع الاثنين سيجنالز دول x1 بلس x2 واحسب لهم الزي ترانسفورم بتاعهم، مش هلاقي زي ترانسفورم، زي ترانسفورم داز نوت اكزيست، لان الار او سي بتاعته ما فيش ار او سي تقدر تحقق لنا يعني سميشن للاثنين دول ما يكونش بيساوي انفينيتي.